بالعودة إلى كركوك، حيث أشاد مواطنون من منطقة 90 بجهود إدارة محافظة كركوك في تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المحافظة، مشيرين إلى أن تنفيذ مشروع مجسر 90 أسهم بتخفيف الزخم المروري في المنطقة بفضل تصميمه الجيد والحديث. ودعا المواطنون إلى ضرورة الحفاظ على الحدائق والممتلكات في الأماكن العامة الموجودة في جميع مناطق كركوك دون تمييز، مشيرين إلى أن إدارة كركوك استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة على مستوى تنفيذ المشاريع. فارس الماجد والتفاصيل. فضلا عن دوره الكبير بانسيابية سير المركبات والتخفيف الزخم المروري، بات مجسر 90 وبفضل تصميمه والمساحات الخضراء فيه متنفسا لأهالي محافظة كركوك، ويقصده للتنزه في أوقات مختلفة. والله قبل كانت منطقة مهجورة، شارع واحد 90 كله شارع واحد، هسه مجسر ومنتهى هذا المنتزه، يعني متنفس للعوائل. بس في بعض النواقص، لو يسوون مثل كشكات فشي العاب يعني تخدم المواطن. ونشكر السيد المحافظ ومجلس المحافظه على هذه المشاريع لخدمه المحافظه. محافظه منظور خوش بو زور جوان شبو، نبارك جهود اداره المحافظه على هذا المشروع. اصبح مجسر 90 من المناطق الجميله، وانا واطفالي نتردد بين الحين والاخر للراحه في هذه الحديقه ونتمتع بالنافوره، والاطفال فرحين جدا. دعا المواطنون من سكنة المنطقة إلى ضرورة الحفاظ على حدائق وممتلكات الأماكن العامة، فهي ملك للجميع، ومثل هذه الأمكنة الجميلة والموجودة في مختلف مناطق كركوك دون تمييز. تعتبر منطقة 90 المناطق المهمة في كركوك. المنطقة كانت مهملة سابقا ورباك في السير على كثرة السيارات الموجودة بها أو المركبات الموجودة، وأصبحت منطقة يعني متضايقة، يشعر السائق بالضيق والحرج من هذه، إلا أنه جسم مجسر جديد، يعني أصبح متنفسا للعوائل، متنفسا لقيادة السيارات بهدوء. وهذا المكان يعتبر من الأماكن المهمة للعوائل الموجودة ضمن المنطقة الجغرافية بهذه المدينة. نطلب من الإخوان اللي يجون لهذه المنطقة أنه يهتمون بهذه المنطقة ويعتبرونها من الأماكن اللي تمسهم، اللي تمس نفسيتهم، ويعتبرونها ضمن البيوت بيوتاتهم. المجسر هذا والمتنزه هذا أصبح متنفس للعوائل، لكافة العوائل لمحافظة كركوك، حتى من غير مكانات يجون، علما بأن احنا السكن مالنا قريب، فيومية احنا ننزل على هالمكان هذا نتفضى به نشتم هواء طيب. إدارة محافظة كركوك استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة على مستوى المشاريع الخدمية، وما زالت في تقدم، وكركوك اليوم نموذجا للمدن العراقية. بالأمس القريب كان تقاطع 90 مجرد تقاطع يخلو من الحدائق أو أي خدمات، واليوم بات مشروع مجسر 90 والحدائق المحيطة به من أروع المناطق التي يقصدها أهالي كركوك من كل مكان. فارس الماجد، قناة كركوك الفضائية. في موضوع آخر، أعلنت وزارة